نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بك يا كريم، طمنا بشكل اكبر على اخر استعدادات النادي الاهلي للمباراه المرتقبه غدا باذن الله امام المصري، اتفضل. بالتاكيد طبعا امير، يعني نقدر نقول انتهت الاستعدادات الفنيه الخاصه بفريق النادي الاهلي، مواجهه صعبه ومرتقبه، وكل جمهور النادي الاهلي اكيد منتظر النادي الاهلي، مش عشان مباراه المصري لا، منتظر يشوف النادي الاهلي في الانتفاضة الكبيرة وفي الأداء وفي إسعاد كل جماهير النادي الأهلي، وكمان قرب المباراة وإن هي على طول مباراة السوبر، وإن شاء الله تكون بروفة جيدة لفريق النادي الأهلي. على طول يعني بنأكد على شخصية النادي الأهلي وشخصية البطل، على طول النادي الأهلي يقدر يخش في الجيم بشكل طيب وبشكل قوي. هي طبعا في المباراة في استاد الماكس الجو يعني لسه مش عارفين يوم المباراة يكون في أمطار يكون في هواء، لأن أكيد في تقلبات بالنسبه للجو في الاسكندريه، لكن ان شاء الله بنامل يكون كل الظروف المناخيه والظروف المحيطه بفريق النادي الاهلي مهيئه، ان احنا ان شاء الله يا امير باذن الله بنحصل 3 نقاط هيفرقوا مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا في بطوله الدوري العام. النهارده طبعا كالعاده قبل كل مباراه بيكون في غلق تام للتدريبات الخاصه بفريق النادي الاهلي، يعني منذ البدايه كده يمكن حضرنا طبعا اول 5 دقائق من التدريب، كانت في محاضره سريعه لمستر نيي فايلر داخل المستطيل الاخضر وخارج المستطيل الاخضر. خارج المستطيل الاخضر كانت محاضره فيديو بدات الساعه 2:30، التدريب النهارده كانت الساعه 3، يعني نقدر نقول 25 دقيقه حاول بشكل كبير جدا يتفرج اللعيبه طبعا على كل المباراه او اغلب المباريات الاخيره للنادي المصري، وتحديدا المباراه الاخيره للهجمات المرتده، اتكلم معاهم بشكل كبير جدا على انهاء الهجمات الثلث الامامي، لابد يكون في ضغط كبير من المهاجمين سواء بادجي او مروان محسن، لسه طبعا اكيد على حسب رؤيه الجهاز الفني. يمكن زي ما انت اتكلمت يا امير بنطمن كل الجماهير على محمد مجدي قفشه، النهارده ظهر بشكل طيب جدا، وهي يمكن كانت اجهاد بسيط، يعني يمكن الناس اجتهدت بشكل كبير وقالت ان عنده كدمه في الركبه او اصابه وكده، لكن قفشه ظهر النهارده بشكل طيب جدا وطمنا عليه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود. علي لطفي ايضا كمان زي ما انت ذكرت السمانه والاجهاد اللي كان في السمانه الفتره اللي فاتت، لكن مع البرنامج اللي كان موضوع عليه والجهد الكبير اللي بيبذل سواء من توماس مخطط الاحمال او الدكتور خالد محمود بالفعل قدر ان هو يتعافى بشكل كبير. علي لطفي كل اللعيبه الحمد لله امير يعني ماشيه بشكل طيب جدا، سواء ليد سليمان ايمن اشرف الشحات، هي بس النقطه اللي احنا بنتمنى اللعيبه طبعا اللي عندها انذارات يعني ان شاء الله باذن الله سواء معلول او ايمن اشرف او محمد يعني باذن الله يعني يتلاشوا موضوع الانذارات اللي هي ربط طبعا بين السوبر ومباراه الدوري اللي هياخد انذار ثالث يعني النادي الاهلي هيتحرم منه، لكن ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون حريصه جدا بالنسبه لمباراه المصري، لان مش عايزين اي حاجه تعكر صفو الترتيبات الخاصه بمباراه السوبر، واخده جزء اكيد امير هي ذهنيا من اللعيبه والجهاز الفني، لكن انت عارف كالعاده النادي الاهلي والجهاز الفني مرحله مرحله وخطوه خطوه، التركيز الاكبر والاهم في مباراه المصري ثم يليها ان شاء الله الترتيبات الخاصه بمباراه السوبر. يمكن القائمه كمان امير عشان انت ذكرت القائمه، ذكرنا القائمه، عيد على المشاهدين تاني يا كريم اتفضل. يعني نقدر نقول مصطفى شوبير، محمد هاني، جيرالدو، جونيور اجايي، كهربا، محمد مجدي، قفشه، اليو بادجي، السوليه، محمد الشناوي، اليو ديانج، حسين الشحات، علي لطفي، ايمن اشرف، وليد سليمان، مروان محسن، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي. يمكن طبعا ده الاختيار اللي تم النهارده عقب انتهاء المران، ومباشره عقب انتهاء المران توجه لاعبي النادي الاهلي الى الاسكندريه للمبيت ان شاء الله في احد الفنادق القريبه ان شاء الله من استاد حرس الحدود استاد الماكس، اللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى يكون وشه حلو على النادي الاهلي غدا باذن الله، وتكون فرحه وانتصار ورفع من روح المعنويه بشكل كبير جدا قبل مباراه السوبر المنتظره الاهلي والزمالك. عايز اكد من خلالك على الحاله المعنويه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي يا كريم، وبالتحديد عن التركيز في مباراه المصري فقط قبل مباريات النادي الزمالك، اكد لنا على الجزئيه دي، وانت متواصل دايما بتبقى موجود مع اللاعبين، فوضح الجزئيه دي للجمهور يعني يا كريم. يعني نقدر نقول امير من اهم المميزات لفريق النادي الاهلي والتوليفه المتواجده يعني في الفتره دي، سواء لاعبين الخبره ولاعبين الشباب المتواجده، يعني بيقدروا بشكل كبير ان يكون في التركيز في المرحله وفي الوقت اللي يقدر النادي الاهلي يخرج بره الصندوق. النادي الاهلي ما بيخرجش بره الصندوق، تركيزه فقط في مباراه المصري، لها حسابات فنيه على اعلى مستوى، يمكن النادي المصري ماشي بشكل جيد والحلول الفنيه اكيد بنشوفها في التدريبات، يعني بيحاول الراجل حلول فنيه، لكن الجانب النفسي كمان مستر ريني فايلر بيأهل اللعيبه بشكل كبير وتحذيره المستمر، مش عايزين ننظر لخطوه بعيده على قد ما ان احنا نكون بننظر على الخطوه اللي جايه. مباراه المصري هي الشغل الشاغل بالنسبه للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني، والشغل المبذول يا امير ان شاء الله يعني الفتره اللي فاتت بالنسبه للتدريبات وبالنسبه لمحاضرات الفيديو يعني يترجم ان شاء الله في مباراه الغد. باكد لك يا امير وباكد لكل جمهور النادي الاهلي، هو هدف بالنسبه للنادي الاهلي فصل بطوله الدوري العام عن بطوله السوبر عن البطوله الافريقيه، الهدف ان شاء الله هي مباراه المصري، تنتهي مباراه المصري في الدقيقه اللي تنتهي فيها مباراه المصري اكيد النادي الاهلي مباشره هيبدا يفكر في المرحله اللي جايه وهي مباراه الاهلي والزمالك في السوبر ان شاء الله يكون في الامارات، وباذن الله كالعاده ان شاء الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ويقدر يحافظ على لقب السوبر المصري. متحمس يا كريم، هل الماتشات دي ها؟
اه طبعا يعني ان شاء الله باذن الله يعني عندنا ثقه كبيره جدا يا امير في اللعيبه وروحهم المعنويه وحفاظهم على بعض وانقاذ الذات والتضحيات الكبيره جدا اللي بنشوفها هي دي اللي مخليانا يعني حماسنا واخدينه من اللعيبه، يعني نقدر نقول اللعيبه بتنقل لنا الحماس ده من طريقتهم في اللعب ومن ادائهم ومن حماسهم الكبير. ان شاء الله باذن الله كل الامور دي يا امير باذن الله تصب في مصلحه النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من رئيس قناه الاهلي.